conceptual models دي ازاي الواحد يتخيل المجتمع واللي بيحصل في المجتمع والعلاقات الإنسانية والحاجات دي كلها بحيث ان هو يقدر يصل في النهاية الى فهم اضافي حتى لو مش قادر يبقى عنده طريقة كمية للتحليل، مش تحليل كمي، no quantitative analysis but just conceptual understanding. بعد كده هنبقى نتكلم بكرة على الquantitative models. النهارده هنتكلم بس على الconceptual models. Conceptual models مفيدة الواحد يقعد يفكر فيها كتير، وهوريكم بعض المودلز دي، لأنها بتشرح للواحد تصورات معينة بالنسبة للمجتمع بيشتغل ازاي، والعلاقات الإنسانية بتمشي ازاي، ومنها ممكن بعد كده إنه يفرخ تصورات معينة بالنسبة لهايبوثيسيز ويعمل دراسات إضافية على جزئيات منها لغاية نبتدي يبنيها شوية بشوية. ف we're going to talk about conceptual models وهنبتدي طبعا، ودي كده أساسا كلها صور ودايجرامز وبتاع، فمش هتاخد وقت كتير، إنما العالم بتاعنا متغير، ومن الحرب العالمية الثانية تقريبا حصل تغيرات كمية واسعة جدا في العالم. السكيورتي بروبلمز تغيرت من طبيعتها من حرب الى سكيورتي، وما زال للأسف في موتى كثيرين في حروب تسمى حروب أهلية، في كوارث العراق، اللي بيقرأ منكم الحوادث في العراق يعرف انها مستمرة ازاي، في the highest number of internally displaced persons في اليو ان دي، وانا بتضايق جدا من اليو ان حكايته، يقول لك IDPs ده ايه؟ دول internally displaced persons، يعني ناس مشردين نتيجه الحروب بس داخل حدود بتاع بلادهم، فبالتالي ما اعتبروش ريفيوجيز، ريفيوجيز يكون معدي الحدود. وقضايا الهيومن رايتس ما زالت موجوده في حتت معينه، دور المراه في المجتمع، كل الحاجات دي بتتغير في تصورات كتيره جدا. What we can say انه في profound social change بيحصل في اغلب المجتمعات. طيب how do we model the social change ده؟ هي to model the social change عشان اعمل dynamic model of social change I would formulate a model like this one. This one I formulated myself واخدت منه حاجات معينه من جيمس كولمان هقول لكم هي ايه. If I have a start position هيبقى معايا economic structure وسوشيال ستراكشر، وبعدين في المجال in which الحاجات دي take place فيها institutions وفيها values that govern the society، قيم، وبيتم transactions اجتماعيه، جوازات، وفيات، whatever transactions، صداقات، transactions اقتصاديه بتتم في الحاجات دي. They are governed by institutions and by values. Transactions دي بتحدث تغيير. التغيير ده مش بالضرورة كويس. This is an important point. In fact, the economic structure وال social structure هما بيغيروا وبيتغيروا معاه، وبيطلع new social position. النيو سوشيال بوزيشن دي ممكن تبقى فيها بروجرس، وممكن تبقى فيها ستاجنيشن، وممكن تبقى فيها توتال بريك داون، كل وارد يعني. وهنا نجد ان النيو سوشيال بوزيشن دي ممكن انها ترجع تاني الى الستارت بوزيشن، يبقى السيستم از ان اون جوينج سيستم، بحيث ان انا لو اخدت سناب شوتس لحاجات معينه اقدر اوصل الى اني اقدر املى البوكسز دي بتصورات معينه. وبعدين بس ذاتس نوت اول، السيستم ده مش كامل لانه اي نيد سمثينج ايلس. وهنا I have a cultural aspects لها a certain three-tiered model، والcultural aspects دي بتأثر على values وبتأثر على social structure ولكنها بتتأثر بالsocial change. هي بتأثر وبتتأثر بالsocial change، وده هنبينه شوية بالتفصيل الإضافي. طبعا في a major problem في اللي موجود قدامكم ده، إنه فين علاقات ما بين المجتمع ده وبقية العالم، ف we are going to put the external influences بتيجي على ايه؟ بتيجي من ناحية الايكونومكس من ناحية، ومن ناحية الكالتشر من ناحية تانية، والاثنين دول بيتداخلوا مع الباقي. Here is a conceptual model of how social change occurs
based on which I can start looking at individual boxes or individual arrows وimagine ان اعمل hypotheses ودراسات حول ال particular arrows دي او ال particular boxes ده عشان اوصل ل conclusions معينة. I can ال change حاليا نقدر نقول ان ال change ال pace of change is being accelerated. في مؤشرات كتيرة جدا نقدر نقول على نمو اقتصادي، نمو اجتماعي، التواصل، الكونكتيفيتي، كل الحاجات دي indicators ان change is moving very rapidly and more rapidly every day. Well, drivers of change are becoming increasingly important. External drivers, العالم الخارجي بيأثر على الدول كتير جدا دلوقتي وبسرعة كبيرة جدا. والcultural dimension هي اللي أصبحت المحك اللي فيه الصدام في قدرة الثقافة انها تتعامل مع هذه التغيرات وتعمل لها حالة endogenization او internalization. ولذلك انه الميديشن اللي بتحصل ما بين الجديد اللي جاي من بره والاصيل اللي عندي، هذا التجديد والتأصيل لا يتم الا بالميديشن الثقافية، والمجتمع نفسه لازم البعد الثقافي بتاعه هو اللي بيتطور عشان يمكنه من انه يتعامل مع هذا. طيب بيتم ده ازاي؟ في سب موديل اوف كالتشرال تشينج، اتس ا ثري تيرد موديل، وهوصفه لكم على الدول الاسلاميه ومصر منها وغيرها. وانه ثري تيرد بمعنى ان في انتلكتشوال دومين وفي بيرسبتشوال دومين، بيرسبتشوال يعني وير اي بيرسيف هاو ثينجز ار بيرسيفد، وفي فيزيكال دومين بقى اللي هو اللي بيحصل فعلا في الشارع وغيره. ففي عندنا في كل الكالتشرز في ثيوريتيكال ايثكس، ده اللي هي القيم اللي احنا بنقول انها القيم بتاعتنا، ولكن في perceived version of it بسميها practical ethics اللي هي ما يتخيل الناس ان هي الثيوريتيكال ايثكس. They are not the same. وفي السوشيال براكسس is what people actually do. يعني انت لو جيت كده انثروبولوجيست وبتصور كده وتشوف المجتمع وتتابع المعاملات بتاعت الناس والريتشوالز بتاعتها والى اخره، ده السوشيال براكسس اللي بتشوفه هنا. From which you try to derive وتعمل انترفيوز مع الناس وتعرف ايه هو تصوراتهم للاولويات والاهميات والقيم الاجتماعيه، دي البراكتيكال اثكس. والله هل هي دي فعلا القيم؟ لا، اغلب الوقت لا. يعني احنا عندنا انه كل الناس سواء انتلكتشوالز او القاده بتوع الدين، مؤسسات دينيه او مؤسسات ثقافيه سواء الازهر او الكنيسه او غيره، يقولوا لا انه الديانات ديانات تسامح وان مش عارف ايه وايه وايه وايه. طيب امال اشمعنى بقى الناس بتصطدم مع بعضها فعليا؟ يعني فعليا ده اللي بيحصل في السوشيال براكسس هنا. انما ليه البراكتيكال ايثكس لا تقبل حاجات معينه وتقبل حاجات اخرى رغم انها ما هياش بالضروره تعليل صحيح وسليم للثيوريتيكال ايثكس بتاعت الدين او الايديولوجي او الفلسفه اللي بيتبعها هذا المجتمع؟ فاذا البراكتيكال ايثكس از ا ديجريدد فورم اوف ثيوريتيكال ايثكس، يعني دي اللي بتسمح لواحد يعتبر نفسه جود مسلم انه يستبيح دم واحد تاني مثلا، مع ان يعني كل العلماء اللي انا اعرفهم الكبار يقول لك لا يمكن ودي اكبر كبيره وازاي حد يتهيأ انه يقدر يعمل كده. انما في نفس الوقت يعني في امثله كثيره من هذا. المشكله بقى ان اللي احنا بنسميه القيم الاجتماعيه السوشيال فاليوز اللي بيحكمها ما هوش الثيوريتيكال ايثكس بتاعت الثيولوجيانز وشيخ الازهر والفلاسفه والمفكرين، لا اللي بيحكمها هي البراكتيكال ايثكس. هي دي اللي بتدي لاي مجتمع التوقعات بتاعت البيهيفير، يعني الناس ايه اللي مقبول وايه اللي غير مقبول كبيهيفير في المجتمع اللي بيحكمه البراكتيكال ايثكس. ودي السوشيال فاليوز، والسوشيال فاليوز دي هي اللي بتحكم الانديفيديوال بيهيفير بتاع الشخص. شخص بيتفاعل مع السوشيال فاليوز اللي هي بتحط له الاطار اللي هو مضطر يتعامل معاه
المجتمع بتاعه بيطالبه بهذا الإطار. يعني أنا من الناس مثلا، أنا شخصيا من ناحية دينية ومن ناحية فلسفية ومن ناحية عقائدية ما بعتبرش إنه المقبرة دي لها معنى. أبويا الله يرحمه مات دفن وانتهى، وبالنسبة لي دي انتهت. الطوبة اللي موجودة هناك دي ما تفرقش عن حد، إنما المجتمع متوقع إن في مقبرة وإن أختي هتطلع وتوزع عيش وتقعد تعمل مش عارف إيه، ولازم يجيبوا مقرئ هناك والثانوية. دي بيهيفير اجتماعية. البيهيفير الاجتماعية دي اللي بيحكمها البراكتيكال ايثكس. يعني بكون اقدر اناقش انا بقى من الناحية الدينية والفلسفية وبتاع، وانه ده مسوي في التراب، وانه 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 دي از انذر ستوري. ده هنا، ده اب هير. اللي فعليا هنا هو ده، وده اللي governs الانديفيديوال بيهيفير. والانديفيديوال بيهيفير when you collectivize it becomes social praxis. دلوقتي اللي احنا لاحظناه ده جاي منين؟ عندنا الثيوريتيكال ايثكس في الدوله المسلمه، القران والسنه وسم فلسفه جريك اند لاتين فلسفه، الحكيمين زي ما سموهم، ولوكال انفلونسز في العراق شكل، في ايران شكل، عندنا شكل، كل حاجه فيها ثورات اخرى كمان. الملاحظ هنا بقى انه دخل علينا في السوشيال براكسس مودرنايزنج انفلونسز او نيو انفلونسز من بره. influences دي بتفرض على الناس انها تطور حاجات معينة، وبترجع تاني في لوب، بتخش في لوب وبترجع كده وتلف كده وترجع تاني كده، تبقى internalized على هذا المستوى. مثل لهذا، انا لما كنت في السبعينات بشتغل على السعودية والدول البترولية، حصل طبعا القفزة بتاعت اسعار البترول. دخل السعودية في سنة واحدة طلع من 4 مليار الى 112 مليار دولار. فكم الصرف اللي حصل مره واحده، حصل شفط كبير جدا، عدد ضخم جدا من الناس من اليمن طلعوا في السعوديه عشان يشتغلوا من شمال اليمن. ده ادى الى ان القرى، كنت بشتغل ايضا على اليمن وقتها، قرى باكملها اصبح ما بقاش فيها رجال، فيها عواجيز واطفال وستات. كل الرجاله رايحين يشتغلوا في السعوديه ويجيبوا فلوس ويرجعوا تاني. مرة واحدة دور الستات في هذه القرى اتغير. بدأوا يقوموا بأعمال كثيرة جدا كان تراديشنلي الرجالة بيقوموا بيها، بس الرجالة مش موجودين. الرجالة طبعا مش بيروح أسبوع ويرجع، يعني كان بتكلم في السبعينات كانوا بيروحوا بالست شهور ويرجع، يعني ويجيب فلوس ويرجع تاني لعيلته وبتاع. فكان تغير هذا. ده بقى it was forced this way وجاء كده ورجع تاني been internalized. النيو رول بتاع ستات المجتمع ده قبل لانه فرضوا الواقع بتاع المجتمع بتاعه. في حاجة تانية لما بتزيد لدرجة معينة بتطلع all the way للمتخصصين والفقهاء وترجع تاني. زي مثلا مرة واحدة المجتمعات التقليدية دهيا في السبعينات بدأت انها تجد انه والله دلوقتي مع الجلوباليزيشن والبنوك والمش عارف ايه والايه والفلوس اللي جت دي كلها، اصبحت قضايا الفوائد والانترست ريتس، هل الواحد ياخد او ما ياخدش فوائد على ايداع بيضعه في بنك ولا لا، دور على فتاوي في هذه الامور. الفتاوي دي معناتها انها بتطلع للمثقفين او المتخصصين الفقهاء وياخدوا فتوى وترجع تاني وتخش كده. دي من ضمن الأمثلة بتاعت الانترنالايزيشن بتتم إزاي والتجدد بيتم إزاي. بعض التغييرات اللي حصلت برضو في السوشيال براكسس فيزيكال تشينج، شفتها في إفريقيا وشفتها في موريتانيا مثلا. إن 14 سنة من القحط قضوا نهائيا على عدد كبير من الناس اللي كانوا بدو رحل، كانت قبائل رحل، وضاع منهم الغنم وضاع منهم كل حاجة، فبقوا اضطروا انهم يروحوا المدن وجم في حتة معينة في المدن دي وتواجدوا، وبالتالي حصل لهم forced sedentarization، يعني حصل لهم توطين جبري مش بالاختيار يعني، وبدأوا يغيروا من عوايدهم وطريقة شغلهم لان ما كانش المجتمعات بتعيش كده. فممكن physical forces تؤدي الى هذا، وده ايضا السيستم ماشي كده.
في حاجات بتؤثر immediately على practical ethics. نمرة واحد التعليم، نظام التعليم بدأ ينتشر جدا، وكذلك الإعلام والماس ميديا، ودول بيخشوا على الرؤى العامة بتاعة المجتمع من غير ما يخشوا بأفكار وبتاع وغيره، إنهم بيحصل لهم internalization. internalization دي كذلك في الثيوريتيكال ليفل بيخش فيها أفكار، يعني من الأفكار اللي لعبت دور كبير جدا في الفترة ال 30 40 سنة اللي فاتوا، قد إيه فكرة حقوق الإنسان مثلا انتشرت ودخلت في كل مجتمعات العالم. هذه المجتمعات دائما لما بتجابه، لما يبقى فيها قوة حقيقية بتجابه فكر جديد، بيحصل له تأصيل مع قبول الجديد، يبقى بيحصل تجديد مع التأصيل. وانا ليا كتابات اسمها التجديد والتأصيل في مجتمعات الدول الإسلامية. الموديل ده كله متماسك وفانكشنال، وده is a very good functional model. لو المجتمع قادر ان هو يجتذب الجديد ويعمله internalization، يبقى المجتمع بيتطور وحاجة very healthy. لو تاخدوا بالكم كل الحاجات اللي على الشمال، الاسهم على الشمال دي كلها ده مداخل التغيير في الموديل، اللي هو عامة بيبقى عنده اتزان معين. فادي سب موديل بالنسبة للموديل بتاع ال social change الكبير. ممكن كل سهم من دولة وكل علبة من دولة تبقى موضوع بحث. كل سهم وكل علبة ممكن تبقى موضوع بحث اجتماعي. Social science research is exactly what you can do to prove, validate, invalidate, refine, كل الحاجات دي. لو رجعت للترانزاكشنز اللي كانت موجوده في قضيه، انا طبعا زي ما انتم عارفين اشتغلت في السوشيال كابيتال، بس مش هخش النهارده ولا في الكورس ده خالص على السوشيال كابيتال والناتشرال كابيتال، انا هتكلم على ترانزاكشنز اند تراست، لان الترانزاكشنز هنا بتلعب دور كبير جدا. لو هذه الرؤيه للمجتمع انه متغير بيتم عن طريق ترانزاكشنز. ترانزاكشنز لا تعني بالضروره كوميرشال ترانزاكشنز. كالتشرال social transactions are as important. Political transactions are as important. وبيخشوا في مفهوم الترانزاكشن ما بين social economic structure مع التفاعل مع الانستتيوشنز والفاليوز اللي بتحكمها. فالحقيقه جيمس كولمان له شغل في الحته دي جميل قوي في الثيوري اوف اكشن اللي عمله، Foundations of Social Theory. بروفيسور كولمان ده كان من العمالقه الحقيقه، وفي المحاضره الاخيره هذكر لكم هو عمل من اهم التقارير اللي اتعملت في الكوانتيتيف سوشيال ريسيرش سنه 66 بالنسبه لامريكا، وقلب امريكا راسا عن عقب بالتقرير اللي عمله سنه 66 على الايكواليتي اوف اديوكيشنال اوبورتيونتي. انما في الفاونديشنز اوف سوشيال ثيوري هي توكس اباوت الاكسشينجز. فاحنا اذا بدانا في تصور ابسط اكسشينج ممكن يحدث ما بين ناس، ترانزاكشن تقدر تحصل ان A and B يتبادلوا goods and services. محمد من هنا عايز كتاب معين وانا عايز منه قلم، فهو يديني القلم وانا اديله الكتاب، ويبقى كده this is a barter transaction، بتبادل معاه في حاجه. يجي بعد كده بقول لا، ان انا بعمل a promise of payment لانه باخد goods and services فتره معينه، ولكن ما عنديش goods and services هو عايزه، فمش قادرين نقفل الحكايه دي، فبنعمل تايم 1 تايم 2، يبقى عندي كده زي اي او يو ان انت ايه هاخد منك حاجه بعد كده او هديك حاجه بعد كده. وبعدين بيبقى في تايم 3 بتخش ثيرد بارتي بتعمل بروميس تو باي، يعني ان الاي او يو هنعلقه الاثنين اللي مديون لي وانت مديون لك، نحطه عند ياسمين وهي تحتفظ بيه، وتبقى بعد كده تضمن ان احنا هننفذ الوعود اللي احنا قلناها. وبعدين العملية دي بتكبر وبتؤدي إلى تصور a central clearing house أو central bank زي ما سماه. إنما it's not a bank بمعنى bank، أنا بتكلم على any kind of transactions that occur. و you get a central clearing house بتاع كل الوعود دي ما بين الناس وبعضها. طبعا اختراع العملة is a very useful device.
لانه ده بيسمح لي اني اساوي ما بين goods and services of different value. اللي عايز يشتري كمبيوتر واللي عايز يبيع كتاب واللي عايز يشتري عربيه واللي عايز يبيع مش عارف ايه. طب ازاي بقى هظبط واقيم الحاجات دي كلها؟ لا، بقيمها باي كومن كرنسي، والكرنسي دي اساسا بتديك رايت تو ريبيرشيس، او ان ده بروميس موجود، والكليرنج هاوس ده بيضمن ان الحاجات دي كلها تبقى كلير. الكونتريبيوشن بتاعت كولمان، وتنسوش انه كان بيشتغل اساسا على امريكا، قال ما هو السيستم ده ما هو شغال برضه في السياسه، ولكن اتس بوليتيكال بارتي ماشين. دي بوليتيكال بارتي ازاي بتشتغل على سيستم اوف بوليتيكال اكسشينج، ما هوش بوليتيكال، ما هوش مونيتري اكسشينج، ما هوش ايكونوميك اكسشينج، انما في بوليتيكال اكسشينج. والبارتي تقدر تجيب الفوترز والليجيسليترز، الناس اللي بتعينهم للكونجرس الامريكي، ودول بيطلعوا يرجعوا ليجيسليشن تساند اراء وبرنامج البارتي، والنتيجه الليجيسليشن دي البيزنس بيديهم ماني، والفوترز بيجيبوهم هما للليجيسليترز وهما بيدولهم فرص عمل وبيدوهم مصالح معينه، ودول بياخدوا الفوتس فور ري الكشن وبيدوا الليجيسليشن. دي كلها انواع من البارتر والترانزاكشنز، غير ان احنا ما اعترفناش بيها قبل كده انها بارترز اند ترانزاكشنز، فنعملها دلوقتي مور اكشن. انما ذا ايديا اوف ا ترانزاكشنال بيزد سوشيال سيستم از ويل انكرد، سواء سوشيولوجيكلي او انثروبولوجيكلي، going through economics, going through culture, going through social action. وقال حتى ان البارتي ماشين از ا كريديت انستتيوشن في البوليتيكال سيستم، لانه ممكن ان انا بعد واحد انه لو جيت اشتغلت في الحزب بتاعي، لما الحزب بتاعي هيكسب هبقى اديك منصب، هبقى اعملك وزير، هبقى اوصلك الى كذا. فديس از نو ديفرنت عن البروميسري نوت اللي كان محمد من هنا وانا بنتبادلها في الاول، بس داخله في الاطار السياسي والاجتماعي. وكمان مش بس كده، في حاجات بقى بيكمز مور الابوريت مع التلفزيون ودور الميديا والاعلام والى اخره. كل هذه الافكار هنا مفيش حاجه كوانتيتيف خالص، محدش قادر يعمل الحاجات دي كوانتيتيف. اتس كونسبتشوال، بمعنى ان الواحد بيحاول يفهم ايه اللي بيحصل في المجتمع ده، ايه اللي بيحصل في القرارات السياسيه، ايه اللي بيحصل في الصفقات الاقتصاديه اللي بتتم، ايه اللي بيحصل في التحركات السياسيه اللي في المجتمع. فلما بتحاول تفهمها كده وتقعد ترسمها بالشكل او تكتبها، ما هو التحليل السياسي والتحليل الاقتصادي والتحليل ده برضه بيكتب الكلام ده، بيفتح مجالات بتبقى عايزه فاليديشن او ريجكشن بيزد اون امبيريكال ريسيرش، تفتح لنا هذه المجالات. فالكونسبتشوال مودلز ليها دور كبير الواحد يقدر يلعب فيها. ترانزاكشنز كمان كان بي كالتشرال، كالتشرال ترانزاكشنز. هوريكم رسمه حلوه قوي عملها صديقي تشارلز كوريا من الهند. كنا بنقول انه عامه في الريف في ستابيليتي معينه موجوده في القيم الاجتماعيه، لان الريف بيبقى فيري ستيبل او الى حد كبير ستيبل. المجتمع الريفي هو نفس المجتمع، الشخص بيبقى فيه الجيران والعيله والعشيره كله نفس الناس. انما لما تخش في المدينه بقى انفلونسز كتيره جدا وحاجات كتيره جدا متغيره، والشخص بيبقى ممبر اوف ماني نتوركس. يعني انا ابقى في حي معين فليا جيراني، وبعدين عندي علاقات مع ناس بشتغل معاهم، وعندي علاقات اجتماعيه مع ناس معينين بحبهم، وعندي علاقات سياسيه مع ناس في حركه سياسيه بنتمي اليها، ويمكن بلعب رياضه مع مجموعه تانية. وكل اللايرز دي بتدي نتوركس كتيره جدا، بحيث الشخص اصبح عضو في مالتيبل نتوركس، والترانزاكشنز اللي بتتم في كل النتوركس دي مختلفه عن الريف، اللي هي تقريبا لما ببقى عايش في قريه معينه هما نفس الناس اللي في القريه اللي معاهم، كل النتوركس دي بتتم فيها في نفس الناس. فقال ان هو مشكلته كما كان بيتخيل تشارلز كوريا، وده الرسم اللي عمله هو،
قال ان مشكلة الابداع ما بيطلعش من الريف. ليه؟ قال لان المبدع بيبقى مختلف عن الناس اللي حواليه، طبيعة الامر كده. فاذا تصورنا ان الناس كلهم اورنج كده زي بعض، وفي واحد كده بلو له اراء مختلفة عن بقية الناس، فيبقى حاسس نفسه معزول، وانا مجنون ولا ايه؟ مفيش حد يعني، ولا حد عايز يكلمني، ولا اللي بكلمه بيفهمني ولا حاجة خالص، ببقى تايه جدا. لما بتزيد الدنسيتي بيزيد فرص ان يبقى في ناس بلو موجودين في حتت مختلفة، بس لسه مفيش حاجة حصلت. وبعدين the magic moment زي ما بيسميه تشارلز، اتنين التقوا مع بعض، قال لقيت واحد بيفكر زي، حاجة عظيمة جدا. وبعد شوية بتلاقيهم بقى في وسط العدد الكبير بتاع المدن ده، تلاقي الآراء المختلفة متكونة، والناس بتشتغل مع بعض في آراء مختلفة كثيرة جدا، والبلوز ده يبتدي تتجمع على بعضها، ويبقى فيه زي الكوميونيتيز بتوع الفنانين وبتوع مش عارف ايه وبتوع، بيبتدوا يتكونوا مع بعضهم. انما اللطيف زي ما قال تشارلز بقى، مش بس ان البلوز بيبقوا مع بعض، انما يبتدوا يأثروا على الاورنج اللي حواليهم، ويعملوا كده حاجات زي شايفين كده نص بيربل كده، الناس بتبتدي تتغير من التعامل مع هذا، وده بيحدث تغيرات داخل المجتمع. والترانزاكشنز اللي بتتم ما بين الناس دي وبعضها بنتكلم عليها ككالتشرال ترانزاكشنز. فكان في ايكونوميك ترانزاكشنز، وكان في سوشيال ترانزاكشنز، وكان في بوليتيكال ترانزاكشنز، وكان في كالتشرال ترانزاكشنز. كل انواع الترانزاكشنز دي جزء من التفاعلات الاجتماعيه. والتصورات دي كلها قابله ان احنا نقدر نعيد طرح هذه التصورات في المجتمعات الى انها تدرس، سواء الاسهم او البوكسز او both of them in an empirical fashion in order to validate or reject تصورات معينه، ونحن نطور مودلز او alternative مودلز. انما you start by conceptual models. عشان كده مروه بعت لك دايجرام بتاع النيوتريشن والايكونوميك اوتبوت، think about it as ادي كل بتاع ده الكونسبتشوال مودلز. ده كان كونسبتشوال موديل ان الواحد يقعد يفكر فيه على ايه اللي ممكن انه يطلع منه، ما مش عارف ايه اللي يطلع منه، كل واحد ممكن يوصل لكونكلوجن مختلفه. انما في اتس ا ريتش سورس فروم ويتش تو جينيريت الهايبوثيسيز والاسئله اللي احنا بعد كده نرجع نعمل عليها ريسيرش ديزاين، ونعمل عليها سيرفي سامبل وسيرفي انسترومنت ومش عارف. كل الكلام ده يتم بعد ما الواحد بقى يبتدي يطلع من الكونسبتشواليزيشن دي تصورات معينه. المهم بقى ان احنا دلوقتي في مجتمعات، سواء بنتكلم على التنميه المستدامه، وهنا عندنا الاساتذه بتوع مركز التنميه دراسات التنميه دكتور سامح، او حتى السوشيال بيس دكتور عزه، السوشيال بيس المجتمعات ممكن انها تتب انتو كيوتيك اند بروبلماتيك سيستم. هنا بقى قضيه التيبنج بوينتس، هنرجع للمهندسين بقى في التيبنج بوينتس. سيستمز كراش وين يو كروس سيرتن تيبنج بوينتس. انما هي ايه التيبنج بوينتس دي ونعرفها ازاي؟ هاي ما اعرفش، انما اعرف الاتي، في كتب اتكتبت على التيبنج بوينتس، وانما احنا بنقولها ببساطه القشه التي قسمت ظهر البعير. ايه هي بقى القشه التي قسمت ظهر اني بعير فين في المجتمع؟ ما حدش يعرف. بنتكلم كتير في الكلايمت تشينج ان في تيبنج بوينت، وانه اذا استمرينا في ان السي او 2 والميثين والحاجات دي بتطلع، مسيرها ان في وقت معين هيحصل كاتاستروفيك كراش. امتى؟ الله اعلم. زي ما بقول الواحد دي، اصل انا بشتغل كتير في الحاجات دي عالميا، واحد بيكتب له انا ما اقدرش اعرف، انما هقول لك على نكته من عندنا في بلادنا. على جحا قاعد على فرع شجره وبينشر الفرع بينه وبين الشجره، ومعدي كده تقول له يا جحا خد بالك هتقع، هقول لك يا اخي شعرفك، استغفر الله وانت ربنا، وانت تعرف الغد؟ تعرف الغيب يا سيدي؟ ما اعرفش الغيب، انما اذا انت استمريت تنشر في دي بالضروره الفرع ده هيتكسر وهتقع. امتى هيتكسر بالظبط؟ ما اقدرش اعرف، مش عارف انا هو نشر لغايه فين، الفرع قوته ايه، هو وزنه ايه، هيستحمل ايه. انما
عامة كده أنا أقدر أقول إن إذا استمر في السياسة ده أو النهج ده بالضرورة هتحصل حاجة، هتحصل دلوقتي، هتحصل بعد 10 سنين، هتحصل بعد 10 أيام، ما أقدرش أعرف. إنما اللي أقدر أعرفه إن الاستمرار بهذا النهج هيؤدي إلى حاجة. إمتى بقى ده؟ ده اتس تيبنج بوينت، هيبقى في لحظة الفرع ده هيتكسر، يعني اتس كراش. ده مش تغيير، ده تغيير بقى، بنتكلم بقى على الكونتينيوس فاريبلز والديسكونتينيوس فاريبلز، هيبقى تغيير في كراش. الكراشز دي نقدر ليه عندنا مشكله في قياسها والتعامل معها. فهدي مثل من الهندسه، المهندسين هنا هيعرفوا ده على طول. لو نبص على الستيل رودز، احنا بنعمل تيستينج للستيل رودز، احنا بنحطها في جهاز ونشدها كده ابلاي تنشن لغايه ما تتكسر، وبنقيس التنشن دي وبنعمل جراف، والجراف شكله كده، جراف بتاع الستيل تنشن شكله كده، وبعدين بيبقى فيه فيزيكال بلاستيسيتي، وبعدين بيرجع تاني شويه، وبعدين يحصل له سادن كراش كده. ده يعني اي حد شاف هيعرف الدايجرام ده على طول. السؤال بقى، الستريس لما بيزيد السترين بيحصل الونجيشن في البار، ومره واحده ات كراشز تنفصل. المشكله بقى ان انا مش عارف، حتى لو عارف الشكل ده بالظبط، انا مشكلتي ان انا يعني في المجتمع، لو ده على المجتمع او على جوحة في الفرع بتاعه، انا مش عارف هو في الحته دي ولا في الحته دي. فهي كود بي ستينج، it looks good هنا، وبعدين all of a sudden تروح كراش كده، ولو هو هنا يبقى لسه قدامه مده طويله هيحصل فيها حاجه. I don't know. It's not the only one. I don't know whether I'm on this side or on that side. فالمشكله ان حتى if I can visualize, conceptualize a graph of where the tipping points would look like، مش قادر اعرف انا فين في الجراف عشان اقدر اقرر انا اقدر اعمل له quantification. خدوا الجراف ده. ده is actually حاجة دكتور مجدي ناجي يعرفها كويس قوي، هي الـ effectiveness of a system مع الـ increase of number of connection، بيزيد جدا فترة معينة وبعدين بيبتدي يحصل congestion والـ tipping points، في كيو tipping point هنا هوت، وبعدين بيحصل another tipping point لما بيحصل crash بقى للسيستم، لما الـ overload يبقى كامل خالص ويحصل له crash. برضو again I don't know which part of the graph I'm on today. فبالتالي حتى لو احنا بعمل علاقات ما بين او تصور لعلاقات معينه، are we looking at the whole graph or are we looking at a piece of it at the kid؟ انا برضه مش عارف ليه. فالconceptual models بتساعدني في حاجات كتيره، انما في نفس الوقت بتفتح اسئله كتيره جدا. ولذلك المفروض ان الواحد يشتغل في الconceptual models ويرجع للامبيريكال ورك، ويطلع من الامبيريكال ورك على الكونسبتشوال، ويرجع من الكونسبتشوال على الامبيريكال. ده اللي بيدي الريتشنس بتاعت ان الواحد ممكن يعمل سوشيال ساينس ريسيرش او انفايرمنتال ريسيرش او اي ريل كايند اوف ريسيرش. ف وي دونت نو وذر وي لوكينج ات ذا هول جراف اور نوت، اند الاكزامبلز اللي وريتها لكم دي، انما وي نيد تو ستارت، وي نيد تو ستارت سم وير. فنقدر نبص على السستينبل انديكيتورز مثلا في مصر، ونبتدي نشوف الابلكيشن بتاع السستينبل انديكيتورز دي، ونشوف البيس اوف تشينج بتاعها قد ايه، ومن مثلا معايير التلوث، معايير بيئيه، نقدر نشوف حاجات مختلفه، في معايير مختلفه ممكن نبتدي نشوفها، وبعدين نحاول نستانس بتجارب دوليه ثانيه وننقل منها، وندور على ريجريشن ونعمل مالتيبل ريجريشن على كروس كونتري ستاديز، نستأنس منها على حاجات ممكن انها ترجع تاني ونعمل لها، تطلع لنا هايبوثيسيز، والهايبوثيسيز دي نعمل لها تيستينج في بلدنا، ونشتغل مع الشباب ونشركهم معانا في هذا. But البيورلي ديسكريبتيف مودلز دي كان هيلب اس ان بيزك اندرستاندينج، ولكن بريدكتيف مودلز ار نيدد for policy analysis. عشان اقدر اعمل a recommendation of what to do and how much to spend on what when، لازم يبقى عندي a certain amount of quantification.
فانا حبيت ان الجلسه دي تبقى جلسه الحقيقه تشجعنا في الجزء بتاع الكونسبتشواليزيشن، لانه من الكونسبتشواليزيشن هنقدر نرجع على الفورميليشن اوف هايبوثيسيز فور ريسيرش، وبعدين نبقى ننظر على التولز اوف ريسيرش من سيرفيز لسامبلز لريسيرش ديزاينز للحاجات دي كلها، ابلكيشن بتاع التكنيكس دي كلها تيجي، عشان انا عندي تصور عام وعايز الاقي التفاصيل بتاعته واقدر اوصل الى حل. مش هقدر اعمل مره واحده نظام يغطي كل حاجه في 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 في, في مجتمع واحد. المجتمع معقد زياده عن اللزوم، فار تو كومبليكيتد ان اقدر اعمل حاجه مره واحده، انما لازم الاقي طريقه اعمل لها كوانتيفيكيشن. والكوانتيتيف مودلز اللي هنتكلم فيها بكره هتادرس الكويستشن دي. ف it is really a case دكتوره مها where they complement each other. يعني الكوانتيتيف والكواليتيتيف تروحي من هنا ترجعي هنا، تروحي من هنا ترجعي هنا، they complement each other، واحد بيرجع له تاني وتالت ومش عارف ايه. زي يهمنا مثلا في دراسات كثيره اتعملت على how children learn، بعدها conceptual، وبعدين بيعملوا تيستينج عليها في النيوروبيولوجي، وبعدين بيعملوا تيستينج فيها في الكلاس رومز، وبعدين بيعملوا كوجنيتيف ستاديز مع السايكولوجي، وكل ده بيرجع تاني فيدز انتو نيو ثيوريز اباوت هاو ليرنينج بروسيسز ار ديفلوب. وعلى فكره من الناس اللي بتشتغل في الحاجات دي كتير جدا بتوع البايو روبوتكس، عايزين بيبنوا روبوتس تتعلم، عايزين انها تعمل ميميكينج ازاي الاولاد تتعلم. لان يعني الطفل الانسان من المعجزات، تاخد اي طفل عمره سنتين تحدفه في اي بلد في الدنيا لغايه ما يتم 6 7 سنين هيتعلم لغه البلد دي باللهجه بتاعت اهلها وهينطقها زي اهلها. خد اي واحد كبير وديه اي بلد وقول له اتعلم لغه اهلها هيتعب جدا. ازاي الطفل بيمتص من غير ما ياخد دروس، يمتص الجرامر وطريقه تركيب الجمل وفهم المعاني، وازاي بيقدر يبقى عمره سنتين ما بين 2 و7 في كده زي السفنجه كده بتحطها بتروح شافطه كل اللي موجود في المجتمع حواليها وبتكتسبه وبتتملك اللغه. وعلى فكرة الأطفال قادرين إنهم بيتملكوا أكتر من لغة. اللي هو موجود في بيت في أكتر من لغة، الطفل شوية كده بتحفظ، بعد شوية يبتدي مخه يقدر بيتعلم اللغات المختلفة. ومش بس كده، يبقى عارف إن ده أتكلم مع ماما وده أتكلم مع بابا ودي اللغة بتاعت مش عارف الست اللي مثلا في افريقيا اللي كانت جايه من القبيله الفلانيه، عارف لغتك، تعلموا الحاجات دي ازاي. هذه القدره ما احنا وي دونت نو، في هايبوثيسيز على ازاي الولاد هاو تشيلدرن ليرن، بس ميجر فيلد اوف ستادي زي ما بقول لك في نيوروبيولوجي وفي كوجنيتيف سايكولوجي وفي ليرنينج، حاجات كتيره جدا. فده بنروح كونستنتلي باك اند فورث ما بين كونسبتشوال مودلز و empirical studies، ونرجع من empirical studies على conceptual models and back and forth على طول، وده مهم جدا. فحتى حاجه زي trust، في ناس اشتغلت على trust in transactions وموديل قال ممكن الواحد يقدر يعمل models في الحاجات دي ويحسب gain و losses، L و G ده gains and losses and gains وبتاع، when to trust, whom do you trust and when you don't trust. Trust in government and institutions، وريتكم الجراف ده قبل كده، والسوشيال كابيتال والسوشيال انتجريشن والديسنتجريشن مبني جزء كبير منه على الفاليوز والتراست، انما ستيل ريمينز لارجلي كونسبتشوال. في شغل اتعمل محاولتين ثلاثه لكوانتيفيكيشن اوف سوشيال كابيتال which is not easy يعني. انا شخصيا كتبت فيه حاجات كتيره، والسوشيال انتجريشن والديسنتجريشن is an important part، بس دي بقى is a topic for another discussion، لانه المجتمعات عارفينها انها ممكن يحصل لها integration وممكن يحصل لها disintegration. وشفنا المجتمعات يحصل لها disintegration في الحروب الاهليه، وشفناها في لبنان، شفناها في الصومال،
ومشاكلها موجودة في حتت تقريبا شفناها في الجزائر كذلك، فالواحد فتفاداها. انما في نفس الوقت شفنا ايضا ازاي حصل ري انتجريشن في لبنان بعد الحرب ما انتهت 15 سنة حرب. طب ايه البروسيسيز دي بتحصل ازاي؟ We have hypotheses. انما we don't have re- we have some experiments. We have some case studies. انما الكيس ستادي لسه بنقول ايه؟ You cannot generalize. انا عندي واحد كنت لسه بقول للدكتور عزة فرهادو ده مير اوف ميدلين. ميدلين دي كانت عاصمة الكوكايين في كولومبيا، وكان عندهم اكتر بلد فيها اغتيالات في العالم، وتمكن في ظرف 7 سنوات انه خفض الاغتيالات الى العشر. عشر literally reduced it by 90% بالتفاعل الاجتماعي، مش بالجيش، على عكس المكسيك اللي حاولت تعمله بانها تجيب الجيش يضرب بتوع المخدرات، وانتوا شايفين كمية السفح والقتل اللي بتحصل في المكسيك. لا، هو عملها بالتفاعل الاجتماعي. انا كنت بقول هذا، انا عايز اكلمه يجي لنا هنا يعمل لنا محاضره على التجربه دي، عايز اعرف ازاي تعامل مع مجتمع حصل فيه هذا القدر من الانفلات والقتل والسفح زي اللي حصل في ميدايين. وبعدين انا اعرف ميدايين كويس، لان كان ليا عندنا مركز بحوث زراعيه هناك، ومن ضمن الحاجات اللي حصلت فيه بقى كان الناس بتخطف الناس وبتاع. خطفوا الديبتي دايركتور بتاع المركز ده وقعد مخطوف سنه قبل ما يرجع تاني، قصة تانية. انما فالبلاد دي فيها مشاكل كبرى، والمشاكل الكبرى دي الناس بتحلها ازاي؟ طيب لو لقينا واحد حلها، هقدر اخد ده اطبقه؟ لا، مش هقدر اخده على طول، انما استأنس بيه ومنه اتصور انا اقدر اعمل ايه في بلدي انا بقدر فهمي لمجتمعي، ومنه اقدر اعمل دراسات، ومن هذه الدراسات اعمل تيستنج للافكار بتاعتي، واف دي سيم فاليد اقدر اطلع بتوصيات للتنفيذ بتاعها. وده جزء من السوشيال ساينس ريسيرش. سو الناس بقى سويمنج ولا لسه؟ في حد هنا كان بيقول لي عايز بدله غطس، انا عايز اعرف مين بقى للسويمنج ومين اللي نوت سويمنج، لان احنا عايزين تو فلاي مش بس تو سويم. بكره بقى بنقفل وهيبقى الفلاينج كله بقى، كله هيطير بكره.